زاوية ضربة ركنية لصالح منتخبنا. تلعب تلعب المرمى، بيجري عليها يوسف من ناحية اليسار، سيطر عليها يوسف، سلح عن نفسه يوسف، يلعبها عرضية تحت المرمى، هنا تحت المرمى، هدف تحت المرمى، هدف من حتف المرمى، هدف ماجد احمد عبد الله في الدقيقة 41 يحط الكورة، هدف على يمين عبد القادر حسن، على يمين عبد القادر حسن، يوسف جازع، يوسف جازع اتلعبت ضربة الزاوية من اليسار انتقلت لليمين ودخل يوسف جازع، اجتاز لاعب ولعبها بالعرض، هذا يوسف جازع، هذا يوسف جازع، وهذا راس ماجد عبد الله في المرمى، وهدف ثاني تعادل، هدف التعادل يسجله ماجد احمد عبد الله، قاعد بين المدافعين، قاعد في الارض، عرض راسه، ممكن ينضرب راسه، ممكن لاعب يشوط دماغه، لكن هذه اداء ماجد، يا سلام، شوفوا باللاعب دفعه بطوله، لكن ده